اتعودنا كل اسبوع بننزل محافظه جديده نبحث في القرى والنجوع عن اسمائها الغريبه. الاسبوع ده نزلنا قريه الحصوه او عرب الحصوه التابعه لمركز توخ محافظه القليوبيه، هنحاول نبحث مع الاهالي ونعرف منهم ايه اصلها وفصلها. النهارده بنتكلم عن عرب الحصوه، يا ترى ليه اتسمت الحصوه بالاسم ده؟ احنا طلعنا لقيناها كده، يعني احنا طلعنا لقيناها هي عرب الحصوه وكلها مقتنعه والناس مقتنعه يعني ان هي بالاسم ده. ما حاولتش اعرف ليه اتسمت بالاسم ده؟ لا، لان احنا اساسا بقول لك طلعنا لقيناها كده. طب وانت ايه مدى معلوماتك عن الحصوه؟ لان انا اللي اعرف ان هي كمان جبل واتسمت على اساس ان هي كده عرب الحصوه لانها كمان جبل. ده من زمان من جد الجدود. ما تعرفش ليه؟ لا لا، يعني بيقولوا كان فيها جبل وكده. هي اصلا كانت بلد كبيره في الاول، كان جبل، دلوقتي بقى بلد كبير. كانت الاول اسمها عرب الاحصى لان كانوا بيحصوا فيها الجيوش الاول، يعني بيحاربوا ويرجعوا يحصوا فيها الجيوش، علشان كده سموها عرب الايه الاحصى. لما اتطورت اتحرفت بقت عرب الحصوه، عشان هي كان اولها الدين شوكو ونصها بني ادمين واخرها فلاحين، هي عرب الحصوه. هي عشان هي عربان وكده وناس احنا اتولدنا لقيناها كده اسمها عرب الحصوه. هي كانت كلها جبل الاول، وكل اللي كان اللي بيتولد بقى من جدي كان بيحكي لي ان هو اللي بيتولد بياخد حته ارض، وطلعوا بقى سموها عرب الحصوه. لان الحروب كانت في البلد اللي قدام ديت، وبيجوا يحصوا نفسهم هنا ايام الصحابه وكلام من مع ان هو بيقول لك كان يعني زمان كان هنا بيجوا الجيوش كانت بتحصى بعضهم هنا. دي كانت اسمها عرب الحصن الاول. عرب ايه؟ عرب الحصن. عرب الحصن تبقى حصانه للجيوش والعدد، خدت بال سيادتك؟ فهي سميت هذا الاسم على هذا الاسم. انا اتولدت بالاسم ده، لقيت الاسم ده موجود انا، فانا ما اعرفش ليه اتسمت بالاسم ده. بناء عن الناس الكبيره اللي كانت تقعد تحكي لنا، يعني كانت جبل موجود والجبل ده كان بيبقى فيه احصاء لعدد الجيوش، وبعد كده بقى مع مرور الوقت والزمن سموها عرب الحصوه.